نبيك سوريا بالروح بالدم نبيك سوريا. اهلا وسهلا فيكم. اول شيء مشفى مفياض الوطني، نحن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا من حي جنود وطننا ابطال الجيش العربي السوري، نقدم لهم فعاليه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، فعاليه التبرع بالدم، اقل ما يمكن انه ممكن نقدمه لبوافد الجيش العربي السوري. فقام زملائنا اللي صار لهم فتره منيحه هم عم يشجعوا هذا الموضوع، فاليوم كان معنا وقت انه نتجمعوا واعلنوا اليوم حتى وقررناها اليوم بالضبط. فاهتمينا كلياتنا زملائنا الطلبه في حما، طبعا كليات معاهد حما تشجعوا، عددنا تقريبا بحدود 75 تلميذ زميلي. فقمنا بالفعاليه، زرنا منطقه مكياف، احنا الان في مشفى مكياف الوطني، ونحن اقل ما يمكن انه بدل الدم نحن جاهزين حتى نكون معهم بالجبهه، جبهة وطننا، لنتصدى لأي إنسان يتخاذل مع وطنه وبيخون وطنه، بيرتكب جرائم وإرهاب بكل معنى الكلمة لأرض الوطن. فنحن لوطننا لأرضنا لشعبنا، وبشكر زملائي لأنهم إجوا كمان وقدموا هذا الواجب هو أقل ما يمكن لهم. نحن بنتشجع لأي شيء بنقدم لهم إياه بنكون سند لهم. ونحن طبعا طلبة سوريا، جنود سوريا مع بوافد سوريا، أبطال الجيش العربي السوري، والله يطول العافية ويحمينا يا رب. إن شاء الله منتظرين واحد أحد إذن واحد أحد إن شاء الله. ليه يا وحش الشده.